الطمأنينة تكون بالعمل الصالح والتزود بالأعمال الصالحات، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أجل الأعمال التي تكسب العبد الحياة الطيبة والطمأنينة في الفؤاد هو بذل المعروف للآخرين، وهو أن يكون للعبد صدقة يبذلها في سبيل الله، صدقة تقدمها بيدك حتى لا تعلم يمينك ما أنفقت شمالك، صدقة خالصة لله تبارك وتعالى. المتصدق أيها الأحبة يجد الطمأنينة في التخفيف عن الضعفاء وفي قضاء حوائج الناس والقيام على رعاية يتيم وكفالته، إعانة أسرة متعففة. إن في إعانة الأسر المتعففة وفي إغاثة الملهوف واللاجئين والمشردين والنازحين فرحة وسعادة لا يعلمها إلا من ذاقها وجربها. ليكن لك في رمضان صدقة تكون لك من صنائع المعروف الذي يقيك مصارع السوء. المتصدق كلما تصدق بصدقة اطمأن قلبه وانشرح صدره وفرج همه وقوي فرحه وعظم سروره. بالصدقة ننشر الطمأنينة في حياة الفقراء.